صباح الخير واهلا بكم وحلقه جديده من زي الشمس. الانذار الاخير اطلقه مجموعة عريضة من المصريين بالأمس اللي خرجوا الميادين مصر المختلفة يرتدون في أغلبهم اللون الأسود اعتراضا على الإعلان الدستوري وعلى الدستور الذي خرج عن التأسيسية في شكل مسودة. الميادين المختلفة في مصر كان في متابعات لها، ولكن المشهد الأبرز كان عند قصر الاتحادية. شتان بين مشهدين شفناهم عند الاتحادية، مشهد الرئيس وهو بيتكلم بثقة وبأريحية وبيخاطب مؤيديه، ومشهد امبارح مغادرة الرئيس الساعة 6:30 و5 لقصر الاتحادية فيما أطلق عليه بالهروب الكبير. كان منظر غريب جدا، والرئيس بيغادر زي ما احنا بنتابع دلوقتي في حماية مكثفة للأمن في موكب كبير جدا بيغادر القصر. المشهد الإيجابي الوحيد اللي شفناه امبارح عند قصر الاتحادية أو التطور في الأحداث كان في العلاقة بين الشرطة وبين المتظاهرين. العلاقة ابتدت إلى حد ما بنوع من الشد بعد إلقاء قنابل الغاز، ولكن الحمد لله كان في تطور إيجابي وهو تدارك الشرطة لموقفها، ممارسة ضبط النفس وتراجعها، والعقوبة أيضا من جانب المتظاهرين بنوع من الإيجابية والتقدير. وشفنا أن الناس كانت بتحيي هذه الخطوة الإيجابية من قبل الشرطة. هذا الأمر استدعى الأستاذ حمدي قنديل أن يعلق عليه في صحيفة المصري اليوم النهاردة، واللي قال فيه أن تعامل الشرطة مع متظاهرين الاتحادية كان عودة أو بيعلن عن عودتها لأحضان الشعب مرة أخرى. نتمنى ذلك وأن يكون تفاؤل الأستاذ حمدي قنديل في محله، ونشوف المزيد من الإيجابية بين الشرطة والمتظاهرين من الجانب ده أو الجانب ده في الأيام القادمة. احنا هنشوف مع حضراتكم حاليا صورة احد المتظاهرين بيقبل رأس احد الضباط في إشارة إيجابية لانه بيقدروا هذا التعامل المتحضر او هذا التغير من الغاز للتراجع. كمان كان في امبارح مشهد استوقفنا جدا وسط كل المتابعات للمظاهرات، مشهد تخلي حزب الكنبة اخيرا عن اعتكافه وحملوا الكنبة ونزلوا التحرير. وحزب الكنبة بينضم وبيكون إيجابي وبينضم للتحرير، بيحاول يعبر عن رأيه. احنا بنرحب بان يكون سواء في هذا المعسكر او ذاك، ان شاء الله يا رب ما يكونش في انقسام، ان يكون في ايجابيه ومشاركه وما يكونش في اعتكاف ولا انعزال عن المجتمع. في اخبار كثيره عن ان احتمال يكون في انفراجه لهذه الازمه، عن احتمال تجميد ايضا الاعلان الدستوري من قبل الرئيس كخطوه لمحاوله الخروج من هذه الازمه. نتمنى ان يكون الخبر صحيح، ان نشوف خطوات فعليه وليس كلام على الأرض بيخرجنا من هذه الدائرة الجهنمية وهذا الصراع والصدام اللي يبدو أنه هو في الأيام اللي فاتت كان ولغاية امبارح كان بيبدو أنه هو وشيك. نتمنى أن كل ده يتغير، مش هنقول في الأيام القادمة ولكن في الساعات القادمة قبل ما نوصل يوم الجمعة، جمعة الكارت الأحمر. نخرج لفاصل نتابع أبرز فقراتنا النهاردة، ولكن قبل ما نسيبكم هنسألكم سؤال الفيسبوك للنهاردة: هل توافق على اعتصام القوى المدنية أمام قصر الاتحادية، نعم أم لا؟ هنستنى مشاركات حضراتكم وهنتابع النتائج لغاية نهاية البرنامج. نتابع فقراتنا النهاردة ونرجع علشان نظرة على المرور. في يوم الأربعاء زي الشمس معاك في الفقرة المرورية للتعرف على أماكن الزحمة وتختار طريقك بعيد عنها. قراءة في أهم الأخبار وعناوين الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم مع الأستاذ عمرو سليم رئيس قسم الكاريكاتير بجريدة الشروق. فقرة خاصة لمتابعة مليونية الإنذار الأخير والاعتصام أمام قصر الاتحادية وتأثيرها على الاستفتاء على الدستور الجديد والتعرف على إمكانية تجميد الإعلان الدستوري.
زي الشمس هتنقل شكاوى أهالي منشية القناطر بالجيزة ومطالبهم بإنشاء وحدات غسيل كلوي بسبب اختلاط مياه الشرب بمياه الصرف. كيف تختار شريك حياتك؟ ده موضوع فقرة خاصة حول المعايير التي يمكن الاسترشاد بها قبل الزواج. صباح الفل.